دراسة ولا احتراف؟ والله انا خلاص يعني انا في سنة تالتة، انا عارف وانا المفروض الترم ده يخلص يعني، وكانت الدنيا هتبقى هيخلص. ماشية فكنا هنخلص ان شاء الله، و يعني انا خلاص فاضل لي سنة ومتهيأليش ان انا هحترف في السنة دي. فلما نخلص السنة دي، انا اهم حاجة عندي دلوقتي انت ليك اولويات، الاولويات ان انت تبدأ تلعب بس في الاول في الدرجة الاولى في النادي الاهلي عشان تبان. انت لما بتلعب في الدرجة الاولى في النادي الاهلي هتبان في المنتخب وهتبان في العالم كله، افريقيا هتبان، عربيا هتبان، تروح تلعب مع المنتخب بطولات عالم هتبان، في اوروبا هتبان، في كل حته. فانت كده كده النادي الاهلي هو مفتاح ليك في اي حاجه في حياتك، هتوصل في النادي الاهلي هتوصل في اي حته في الدنيا. فان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه على قد ما نقدر، نحاول نعمل اللي علينا، نبدا نلعب في النادي الاهلي، نحقق نفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله اكتر، ربنا يكرمنا ونكسب مع النادي الاهلي، وقتها بقى ان شاء الله نبدا نفكر في احتراف بقى. وجودك في اسره رياضيه داخل النادي الاهلي، اتولدت في النادي الاهلي، اتعلمت ايه جوه النادي الاهلي؟ اتعلمت تحمل المسؤوليه، دي اكتر حاجه ويعني بيقول لي دايما عليها، ان انا حتى يعني انا الحمد لله على قد ما اقدر. انا اصلا كان من اسباب ان انا سبت السباحه يعني ان انا ما كنتش عايز ان انا ابقى موجود في مكان ويتقال ان انا بلعب علشان خاطر والدي او عشان خاطر عيلتي يعني، بس فما كنتش بحب حاجه زي كده. فالفولي زي ما انت بتقول كده بعيد خالص عن المجال يعني، ما فيش اي حد هناك، فكانت حاجه كويسه ان انا ابدا وان انا عارف ان انا بوصل بمجهودي. وكده كده انت عارف في النادي الاهلي هتقعد تتجامل لغايه امتى يعني، بس ما فيش حاجه اسمها مجاملات في الدرجه الاولى وفي منتخبات مصر بس انت ما اتجاملتش حتى الواحد يعني لما بيقعد مع نفسه، طب انا ممكن وصلت كده مثلا عشان اهلي، بعد كده طب انا الحمد لله رحت لعبت بطوله عالم وكنت مصنف رابع صانع العاب على العالم، الحمد لله خدت احسن صانع العاب في افريقيا في بطوله افريقيا في نيجيريا، وطلعت درجه اولى، ومتهيألي مفيش حد في النادي الاهلي بيوصل درجه اولى، فاهم يعني؟ لا مش